إبراز وتثمين القدرات الإبداعية لخريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وخلق فضاء للتقارب بين المؤسسات التكوينية والاقتصادية. من بين مساعي الصالون الوطني للابتكار الذي يعود هذا العام في طبعته الثالثة بشعار مستمرون في دعم الابتكار، يندرج هذا الحدث الهام بالنسبة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين في إطار المقاربة الجديدة التي نتبناها لتحقيق مسعى النوعية في مخرجات القطاع وترسيخ ثقافة المبادرة الفردية لدى شبابنا المتكون لاقتحام عالم المؤسسة والتأسيس لمشاريع الخاصة الواعدة التي ستساهم دون شك في تطوير مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا. الصالون في طبعته لسنة 2023 يعرف تواجد قرابة 100 مشروع أنجزها شباب مؤسسات التعليم والتكوين المهنيين عبر التراب الوطني، حيث مست مجالات متعددة كالصناعات التحويلية، مهن الفلاحة والزراعة، هندسة المنشآت، وكذا الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في إطار التخرج نتاعي استطعت أني نحقق هذا الجهاز، هو جهاز غسيل كلوي خاص بإزالة الماء والمراقبة الحالة القلبية. اختارت أنني نخدم متحف وسميته متحف الهوية المعمارية الجزائرية، اللي غادي يكون يحمل الهوية المعمارية وحافظ على تاريخ الجزائر. ديت الانسبيراسيون تاعي في هذا المشروع من زليش الجزائري. خدمنا اليوم مع الصداقيه المكفوفين اللي تساعدوا باش يصير بامان وايفيت الحواجز كامل. قلت عندنا فيبراسيون، عندنا حاجز قدام باريس، اي حيط ولا اي حاجز قدام عندنا فيبراسيون 5 سكوند في الثانيه بلي الحاجز مازال تما قدام، يعني لازم ايفيت. وفاني زودنا بجي بي اس وزودنا بزر طوارئ. الصالون الذي يحتضنه منتزه الصابلات إلى غاية 22 من جوان الجاري سيكون فضاء للتواصل بين الشباب الساعي للاندماج في عالم المقاولاتية ومختلف المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في دعم المشاريع المبتكرة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.